هلو هلو، هنعمل النهاردة أم علي سهلة وبسيطة وكمان دمر شامل. ما تيجوا نشوف. شرايح باف بيستري، كوبايتين لبن، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة سمنة، معلقتين صغيرين فانيليا، علبة قشطة، زبيب وجوز هند وأي مكسرات موجودة عندنا. الباف بيستري بتاعتنا في الفرن. عقبال ما تجهز أسخن كوبايتين اللبن وهدوب معاهم السكر، معلقة السمنة ونص علبة القشطة. بعد ما نخلص هطفي وحط معلقتين الفانيليا. شوفوا الحلاوة والجمال بقى. نطلعها من الفرن، نستنى تبرد شوية، بعدين في الطاجن المقطع دوت نقطعها حتت صغيرة، نديها شوية من الحليب اللي احنا عملناه ورشة مكسرات. نعمل طبقة تانية برضو نقطعها حتت صغيرة، نديها شوية حليب، بقية علبة القشطة ندهن بيها الوش وكمان رشة مكسرات. ننضف الطاجن بتاعنا كويس علشان ما يتحرقش. كده تمام بقى جاهز. يلا بينا تحت الشواية في الفرن لحد ما الوش يحمر. عيش وسكر ولبن وزعته على الناس، مش سهلين برضو الستات يا اخي. كده الوش تمام، نطلعها من الفرن. يتكيتك يا حركاتك، رشة مكسرات بقى كده على الوش تاني ويلا بينا ندوق. سخنة بس لازم ادوقها. قنبلة يا جماعة، قنبلة. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لايك وكمان شير. باي باي.